خلينا نتكلم بقى دلوقتي، لأن الموضوع ده أو الملف ده حاجة قلناها قبل كده وحاجة مشرفة فعلا، ونتكلم عن نجاح مصر في تنظيم مختلف الفعاليات والبطولات الرياضية الدولية الكبرى. أكيد ده بيرجع لأساس، بيرجع لفضل، بيرجع ما تتميز به فعلا مصر من مقاومات وبنية تحتية محترمة جدا رياضية وفقا للمعايير العالمية. هي تمت مش حاجة عشوائية، الخبرات المتراكمة كمان على مستوى الأمور التنظيمية المختلفة، وده حقيقي اللي احنا شفناه مؤخرا في بطولة العالم للسلاح اللي أقيمت زي ما حضراتكم عارفين في مصر، و بتنظيم أكثر من رائع، وكان ختامها يوم السبت اللي فات، حاجة فعلا مشرفة. لجنة المنظمة للبطولة سلمت رأي التنظيم بطولة العالم المقبلة اللي هتكون في مدينة ميلانو في إيطاليا، ده عام يعني 2023. وسلم عبد المنعم كمان الحسيني رئيس الاتحاد المصري الراية لباولو أزاي رئيس الاتحاد الإيطالي للسلاح، كان في حضور إيمانويل واللي هو رئيس الاتحاد الدولي، اللي أشاد كمان بالتنظيم الرائع للبطولة ووجه الشكر للدولة المصرية لتوفير هنا كل الإمكانيات يعني، وأشاد كمان بما تتبتع به مصر في من بنية رياضية متميزة جدا، وأكد أنه انبهر بالتنظيم المصري البطولة اللي كانت كلمة مشاركة تاني 105 دولة، يعني عندك كده عدد الأشخاص 1060 لاعب ولاعبة، طبعا بتغطية إعلامية دولية كمان ومحلية. فالحاجات دي أو الإيفانتس اللي زي دي لما بتخرج بشكل يليق جدا بيها وبالبلد اللي هي بتنظمها، حاجة بتساعد في ملف رياضة السياحة الرياضية اللي احنا بنتكلم فيه. بلاد بتدفع فلوس علشان تروج للسياحة، انت عندك هنا كل حاجة موجودة، ومجرد بس ان العالم يلتفت ليك السياحة زي ما بتقال كده بتعمل لها ماركتينج أو بيحصل لها ترويج. فربنا مدينا حاجات كتيره جدا كويسه وامكانيات رائعه، بس الفكره بقى ان كان زمان يمكن بينقصنا شويه فكره الترويج السليم، لكن السياحه الرياضيه عنصر مهم جدا وجذاب جدا لفكره هنا دعم السياحه عامه، فحاجه اكيد كلنا كمصريين سعداء بيها.